الأفضل في القارة بالثمانينيات. من احتضن الكرات فاحتضنته المنصات كبطل آسيوي. أتى من حائل ليقدم مفهوماً جديداً لحارس المرمى، فكان نجماً استثنائياً مع ناديه ومنتخبه. مثل الطائي والهلال وكان في المحافل الدولية علامة فارقة. الأسطورة عبد الله الدعيع، مرحبا بك في الأنصاف. أشكرك يا أخ فيصل على الكلام الجميل، الكلام اللي صراحة يعني أستحق أو تستحق أني أشكرك على بداية هذا اللقاء. عبد الله بن عبد العزيز الدعيع، المولود في حائل عام 1381 للهجرة، الحارس الذي بدأ مسيرته كمدافع قبل أن يذود عن مرمى الطائي ويسجل معه الإنجازات والخطوات الكبرى إلى حراسة مرمى المنتخب. ساهم في تحقيق الإنجازات الأولى في كرة القدم الوطنية، حيث آمن بإمكاناته المدرب الوطني خليل الزياني في التصفيات التمهيدية لكأس أمم آسيا 84، وواصل حماية عرين الأخضر حتى تحقيق البطولة الأولى قارياً في تاريخ المملكة، كأس أمم آسيا 84 في سنغافورة. ونال الدعيع في تلك البطولة أفضل حارس، كأول حارس سعودي يحصل على مثل هذا اللقب. الدعيع الذي انتقل إلى نادي الهلال عام 1393 حقق مع الأزرق إنجازات شخصية وجماعية سجلت في تاريخه صفحات من ذهب. بيرس داخل 18 بالرأس، يا سلام يا عبد الله، يا سلام يا عبد الله، حلوة يا دعيع، حلوة يا دعيع، كرة ملعوبة، ولكن عبد الله متمركز تمركز سليم. شوف شوف الدعيع. أبو فواز، طبعاً البدايات يعني كنت تكلمت عنها بإيجاز، لكن من مكتشف عبد الله الدعيع؟ الاكتشاف كثيرين، يعني هو كانت الحراسة يعني ما هو يعني بداية عبد الله الدعيع كحارس مرمى، لا كنت مدافع وكان بمستوى الأشبال، فأنا يعني المكتشف الحقيقي اكتشفت نفسي انا يعني بعد الله انه في خانه الحراسه، في خانه الحراسه، لانه كنا احنا بدايتي بالاشبال، يعني كنت بدايه مدافع ظهير يمين، فسبحان الله كل وقت الاشبال لو يحطونك باي محل تلعب ودك تلعب، انا ضمنت نفسي اني احتياط. نعم. فالمدرب فرج الطوال الله يشافيه كان من يمسك تأخر الحارس الأساسي، هو طبعاً الأشبال مثل الأشبال، وأنا حسيت نفسي احتياط، كان من يمسك حارس، قلت أنا بداية الانطلاقة من فرج الطاقة صراحة. يعني كانت صدفة؟ صدفة مب... وأصبحت ما شاء الله تبارك الله الحارس الأول. والحمد لله. طيب أبو فواز، أنت لعبت مع أساطير كثر في تاريخ الكرة السعودية، وكذلك عدد من الأجانب اللي أتوقع كانوا استثنائيين في تاريخ الكرة السعودية، زي يعني ليتانا، ريفالينيو، وعدد من اللاعبين. صراحة مين اللاعب اللي تعتقد أنه كان يعني علامة فارقة في الفريق اللي أنت فيه ككاريزما وكتأثير فني؟ شوف، على مستوى الأجانب أنا قد مثلت الطائي قبل، يعني الأمور هذه قبل، يعني انضميت أنا من المنتخب، بس على مستوى الهلال الأجانب بديت أشرف قاسم، ممكن ما أحد يعرف أشرف قاسم. نعم. حق الزمالك طبعا، معروف المصري، مدافع. عندي شو اسمه مومبل نضاو، موسى نضاو، موسى نضاو، يعني كان فريق مليء، يعني مليء بالنجوم، لأنه أكل وقت كل
أجنبي يجي للهلال أو للطاي تحس إنه قدم للهلال أو للطاي من جانب اللي لو تلاحظ يا فيصل إن الأجنبي ممكن يخلي الكرة من 20 سنة أو 15 سنة يرجع للنادي. في لك تصريح طبعا شهير في هذا الجانب، قد قلت إنه بطولاتنا إحنا عيال الدعية أكثر من بطولات بعض الأندية. هل فعلا انت يعني هذه يا فيصل يعني كثير زعل منك ابو فواز؟ مو بحرج يعني اللي هو الشيء اللي احنا جينا الهلال الحمد لله يعني انه حققنا بطولات سواء مع الطائي سواء مع الهلال سواء مع المنتخب، والحمد لله انا سجل عيال الدعية في البطولات كثيرة والحمد لله. يعني أنا تقريباً يمكن 9 أو 10، محمد يمكن 20 أو 21، بدر أيضاً 3، سلطان 2، يعني كل العائلة هذه حققت لفريق كبير ككل هلال. بصراحة المثل الأعلى كان بالنسبة لك في الحراسة اللي تشعر أنك تأثرت فيه وفي أسلوبه منه سواء محلياً أو عالمياً؟ عالمياً يعني عالمياً ومحلياً من الحارس اللي تعتقد أنك تأثرت فيه؟ والله شوف أنا يمكن على زماني فيه 3 حراس أو 4 حراس، عندك اللي تأثرت فيه بادو زاكي، وعندك عالتوقة، عندك رعد حمودي حق العراق، عندك الطرابلسي، هذولا من الحراس اللي لما تشوفهم يعني تحس ان هذا الحارس مالي الباب، يعني دائما يعني الحراس الاولين يطولون بالشيء اللي او فريق او المنتخبات، فاذكر هذول لانه قليل يعني قليل ما تشوفهم هم مع منتخباتهم. يعني عندك بدر زاكي الى وين ويمثل المنتخب، عندك رعد حمودي، عندك الطرابلسي، عندك حراس يعني عظماء. فتأثيري أنا كنت يعني متأثر فيهم لأني أشوفهم أقول حرام هذول ما يحترفون ذاك الوقت ما يحترفون بدول أوروبية. فإحنا يعني أنا صراحة ما أنسى الله يرحمه مبروك التركي، هذا من الحراس اللي بالمملكة العربية السعودية يعني صراحة مبروك من الحراس اللي فعلا حارس مرة، لما يقولك حارس مرة مبروك التركي، مبروك منك عربي السعودية هو الأفضل بالنسبة. الله يرحمه الله يرحمه. ما إنه يمكن تطرقنا للنجوم اللي لعبت معهم، واللي النجم اللي صراحة تعتقد إنه كان ودك تلعب معه في النادي أو في المنتخب، يعني كان ودك تلعب معه فترة طويلة تعاصره، منهم يوسف نيان. يوسف الثنية صح، ما لعبت مع يوسف ولا لعبت فترة محدودة؟ كم سنة معه وحققنا بطولات معه، يعني تمنيت انك تلعب معه فترة اطول منه. تصدقني يوسف نفس اللي قبل 30 سنة يسوي الحركة يسوونها كريستيانو على ميسي على لاعبين عالميين، لعيب عالمي وهم سويها قبل 30 سنة. دائما يعني صراحة في محترف قال هذا لو يعني لو يلعب إلى الآن يمكن عقده يتعدى 100 مليون. نعم خاصة يعني يسوي الحركات هذه من 30 سنة. طيب الصراحة أبو فواز الآن أنت ويوسف الثنيان وسام الجابر والجيل أحد الأجيال الذهبية في تاريخه، لا ما ودي أقول جيل ذهبي يمكن لأن في الهلال ما شاء الله تبارك الله أجيال ذهبية، حققت بطولة آسيوية عديدة وتحديدا أنت يمكن كنت موجود في 97 في نهائي كأس السوبر الآسيوي اللي حقق الهلال ضد بوهانغ الكوري، انتهت في الذهاب 1-0 وفي الإياب 0-0. حدثنا عن هذه المباراة، كيف وصلت لنهائي السوبر وكيف كانت المباراتين بصراحة وكيف كان رتمها؟ شوف دائما الهلال يعني الحمد لله
انك انت كلاعب تحس ان وراك جمهور، وراك اعضاء، وراك مسؤولية، يعني تحس انك تبي تقدم وطنك من ناحية انت قدمت من ناحية المنتخب، بس من ناحية الهلال ودك تقدم. قدمنا احنا شيء كثير صراحة لهذا النادي. انا اذكر البطولة الاسيوية خاصة مع الهلال، يعني نفس الفريق هذا هم بوهنج، يعني استطعنا من الذهاب فوزنا عليهم بنفس الاستاد ان شاء الله 23 نوفمبر يكررونها، استاد الملك فهد. استاد الملك فهد ايضا هناك تعادلنا 1-1. الشيء اللي اذكره انا كان بصير كان معنا، وكان صلاح الدين. صلاح الدين بصير كان معنا، وكان جيته يعني مثل من ناحيه انه كيف تلعب مع الهلال وتخلي منتخبك مثلا ما رجع، وكانت فيه شيء من الاشكال ما لعب معنا. انا كل واحد يذكر كان منتخبه ذيك الفتره يلعب نفسه وكان وشوف الهلال ما عنده يعني ما يبغى الشيء اللي ان شاء الله يعني النيه او نيه الفريق كالوقت، والله وفقنا من النيه عم يقول من ناحيه اللاعب انه خلوه ليلعب لان نيتكم ترزقون تقصد ان الهلال بحيث انه ما تجي عقوبه من منتخبه من منتخب خاصة عشان لا يحرج مع جمهور. وحققنا البطوله الحمد لله بهم يعني هناك 1-1 تعدلنا. نعم. الشيء اللي انا اذكره الله يذكره بالخير اللي تانا كان في اخر الدقائق، يعني اخر الدقائق كان الحكم اعتقد انه اعتقد يعني اجمل ما يفهم مش احنا نقول اصلا هم يعني بالعربي يمكن ما قليل ما يتكلم شو اسمه اللي ثاني، فقاضي هو بعد ما لو تضرني هذا بضيع الوقت ناقص دقائق لانه من صالحنا التعادل. يعني انت تعورت وقعدت تضيع الوقت. نعم هذا كان السوبر للاسف. فانا طايح قال يعني ما بيك تتغير يعني لا نخسر تغيير. فقلت انا ما فيني شيء يا اخي. انا ما فيني شيء بضيع الوقت. لا بس هو ايش قال لك؟ قال لك في شغله قال لك إيه؟ لا في كلمه الله يذكره بالخير يظل من الحراس اللي 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 اللي, اللي اذكرهم خاصه اذا يعني ما انت اللي هو صالح السلومي. نعم صدقني الموقف اللي وقفه صالح السلومي ما ينسي، لانه كنا في حاجه حراس بنادي الهلال. اذكر يعني انه السلومي لانه اللي تانا قال يعني لا ينزل السلومي يبي له تسخين وهذا. لا اعرف انه قال لك نو السلومي. وقلت يعني قم يا ابو فواز لا ما كان يبي السلومي. السلومي من الحراس اللي انا معجب فيهم. فهم يقول نو السلومي، قلت انا ما فيني شيء اصلا. فالموقف اللي وقفه السلومي للهلال ما ينسي على ايام عبد الله بن سعد الله يرحمه. لانه وقع بحيث انه انا ومنصور الحلوه وتركي العواد كلهم جتنا اصابه بوقتها. ايوه ما عدا هو اللي سليم ونسقوه الهلال ورجع. صدقني الموقف اللي وقفه السلومي ما ينسى. نعم المنتخب بصراحه مرت شخصيات عديده معك في المنتخب السعودي كإداريين كمدربين، ايش صراحه الفتره والحقبه اللي ما تنساها، وايش اللي خلاكم في 84 صراحه تكسروا عقده اسيا وتحققوا البطوله؟ شو يا اخي فيصل، يعني احنا من الناس والمنتخب اللي ما رشحنا لهذه البطوله. احنا جينا اللي فادنا التصفيات والطلوع على لوس انجلوس. نعم صدقني هذه كمعسكر يعني بداية أنا بجيبها من الأسلوب اللي كيف حققنا كأس آسيا. حققنا مو جا يعني إحنا نقعد شهرين 3 شهور بمعسكرات مباريات
يعني ننظر للمصريح هو اللي يضبط الجدول حق حق المشاركات الخاصة من دور الخليج إلى آسيا إلى تصفيات كأس العالم. هذه مطلوع على لوس أنجلوس، لعبنا مع المغرب، لعبنا مع البرازيل، ولعبنا يعني كلها، وكنت أنا احتياط. فأذكر أنا فهد بن سلطان الله يطول بعمره كان هو رئيس الوفد، وكان يقول لي أنا دائما يعني الله يطول بعمره ما نبي نستعجل عليه، لأنه أنا خاصة لي سنتين والاحتياط يعني التمرين اللي تمرنناه عدة مرات ما فيه. فجت بعد لوس أنجلوس كنت احتياط محمد المطلق، وفيه بعد لوس أنجلوس اللي هي آسيا. بداية التصفيات كانت بجدة، وكنت أنا الحارس الأساسي والحمد لله. صدقني من كان معنا الإمارات، وكان معنا يعني منتخبات قوية من خلالها، يعني ما دخل مرماي بالله ولا قول بالتصفيات. فالحمد لله تفائلت، فأنا خذيت إجازة وخذيت أحسن حارس في التصفيات يعني بكاس آسيا اللي في جدة، يعني دهام الله يشافيه، هذا قالوا كاترك احسن حارس بالتصفيات، برضو تفائلت. فذهبنا بعدها بشهرين الى جبيل، عسكرنا يمكن حدود قبل الدوره الاسيويه قبلها بشهر، عسكرنا بجبيل ولعبنا مباراه فديه مع فرق قويه. ايضا ذهبنا الى سنغافوره، سنغافوره طبعا النهائي. صدقني الصحف السنغافوريه دائما الاعلام مسلط على انديه الصين، على كوريا، على الكويت، الانديه اللي قد حصلت على كاس اسيا. احنا كلاعيبه نشكر القديم الكابتن لن ينسى جماهير السعوديه اللي هو خليل زياني الله يشفيه. الله يشفيه. انا باليوم هذا اذكر انا ترى المساعد حقه راشد خليفه، اتحدى اي اعلام او اي لاعب ذكر هذا المساعد. صدقني المساعد حق خليل راشد خليفه اخو صالح خليفه، يعني كان مساعد له، كان هو لياقيا يمسك اللياقه واللي يعمل يعني له دور حصولنا على هذا الكاس. ايضا احنا قلت لك الترشيح كان مرشحين كوريا، عندك الصين، عندك الكويت، عندك انديا يعني ايران، منتخبات قويه، منتخبات قويه. فاحنا كل مباراه نلعبها بطوله نهائي نهائي يعني خاصه انا لعبنا مع يمكن مع أبو مباراة كوريا وتعدينا 1-1، وبرضو يوم تعدينا المرحلة الأولى بدينا يعني الكويت عندك فهذه البطولة هي بداية بطولاتنا احنا كمنتخب الحمد لله دائما السجل أو التاريخ اللي مروا على هذا المنتخب. ايضا ما انسى الله يرحمه فهد الدهمش حقين المصف الطبي، اقصد يعني تقصد انه كان في منظومه متكامله في المنتخب، منظومه غير كذا. انه انا اقول المساعد والمساعد خليل لهم دور كبير، وايضا خليل راشد خليفة، أيضا فهد الدهمش، إبراهيم، كل ولا أنسى بعد حتى حق المابس أبو إغنميش ما شاء الله تعالى تذكرهم والله أذكر يعني أنه الحمد لله هذه الأمور ما تنسي دائما. حنا كاحتياط أو بالاحتياط أنظر احتياطنا مين؟ يوسف خميس، أذكر يحيى عامر،
دكة ذهبية. يعني دكة ذهبية. فأنا هو الحمد لله انتهت الدورة وخذينا الكأس لأنه خليل يلعب بالكرة الشاملة لا مركزية. قصص صدقني يا فيصل الملعب يعني لما نخلص حنا كحراس ولا هذا يمكن نركب سيارة ثانية بحكم لازم الطين لعب منبك لعب. فالحمد لله هذا خلاص لهذا الوطن. حنا أنا فكرت أو كان زميلي يوسف خميس الله يذكره بالخير كان وراي ترى هم اللي اختاروك أحسن حارس في آسيا. أنا ما فكرت ذاك الوقت إلا بالكأس. شلون تشيلونه؟ الكبير العظيم اللي حققناه المنتخب ككل يعني صدقني إحنا الجيل هذا ما ينسي لأنه أول من حقق البطولة 84 إلى 88 هوب المملكة العربية السعودية يعني بقطر حققناه نفس نسختين فنفس يعني. الجيل هذا مطعم بيوسف مطعم بخال مسعد مطعم يعني لعيبة لهم قيمة وخاصة شيء النفيسة وما شيء حي إنه صالح خليفة واللي كملها كارثة برتو يعني ما ينسى. طب بصراحة فسجل الجيل الحالي يعني بما أنك أنت تكلمت عن الأسوية والحمد لله يا فيصل. نعم أنت تكلمت عن جيلكم لكن الجيل الحالي تتوقع أنه قادر يعيد الأمجاد اللي انقطعت عن المملكة لحوالي 15 سنة؟ صدقني من المنتخب هذا بحق شيء لأن صراحة أول ما فيها هوية بس المنتخب هذا له هوية لما تحس أنك تتفرج على فريق منظومة ما في نجم واحد لا الفريق كل من حراسة إلى رأس الحربة يعني الاحتياط برضو لما ينزل مثل الأساس فالهوية هوية المنتخب بدأت من هذا المدرب العظيم بصراحة عبد الله إيه نعم استطاع من خلاله واللي طمني من هذا المدرب إنه يحضر كل مباراة في الدوري يعني ما في تقول هذا خلاص بالمنتخب ما يطلع لا فيه لعيبة ينظر ونفس المساعد يعني وتركيزهم على إيش إنه هذا المدرب اللي اختاره صراحة شيء من حظنا إنه جاء ودرب هذا الجيل إن شاء الله قدومهم إن شاء الله بطلوعهم كأس العالم وحصولنا على كأس آسيا بالذات. تتوقع هذا المنتخب قادر يحقق أفضل نتيجة ممكن يحققها المنتخب في تاريخه في كأس العالم؟ إن شاء الله. ممكن يروح بعيد؟ إحنا ما بقي شيء يعني نحن نفكر. أوكي إذا تأهل طبعًا إن شاء الله. إحنا متأهلين متأهلين. بإذن الله. بس إن شاء الله سوف نتعدى دور 16. إن شاء الله في المنتخب. متفائل أنت بالنتيجة جميلة؟ إنه دائمًا الكرة الحديثة حالياً. اختلفت ما عاد في فروقات بين ال عندك الحين المنتخبات عندك الحين ايطاليا بالملحق البرتغال الانديه الثانيه يعني انا اقول كاس العالم ان شاء الله يعني احنا ممكن نتعدى 16 ليلة ان الفرق الحين حاليا اختلفت اختلاف والكره الحديثه اختلفت يعني طيب بالنسبه لل يعني انت الان يمكن أبديت تفاؤل فيما يخص المنتخب في تصفيات كأس العالم وكذلك في كأس العالم إن شاء الله. طيب الهلال عنده مشاركة، توقعاتك كيف بيكون مستوى الهلال وكيف ترى حظوظ الهلال في النهائي؟ شوف دائما المباريات هذه والنهائي خاصة بين يعني عندك هذه أوكي إنه فريق الهلال غني عن التعريف من ناحيه البطولات الاسيويه دائما خبير بهذه البطولات دائما الهلال يحب الشيء الصعب يحب الشيء اللي تقدر تقولها يعني الهلال خلاص انه بينهزم ولا لانه فريق الهلال خاصه يعني المباراه الجايه لانه الفريق هذا ما يساهم فيه دائما انا انظر ان فريق الهلال ينظر مثلاً هو يا الله يقولون بالدوري يا الله بقى بس إنه هذا ما
دائما الهلال لو يلعب من الدرجه الثانيه لابد النفس اللي يقولون مو قصير ذا بس طويل يعني خاصه كاس اسيا يعني لما تقول لك او كاس الاسيويه والانديه هذا شيء عظيم. الجيل هذا عارف الوضع الهلال لان دائما المباراة اللي بعد ان شاء الله 23 من عمر ينظرون نظرة شيء من ان شاء الله انه يحطون نفس اللعيبة بروسهم ان هذه لما ياخذها ان شاء الله الهلال باذن الله قادرين لانه ممكن تصير عمادتك على الشرق والغرب. فهذه فرصة لكل لاعب أقولها له إن شاء الله لتاريخ اللاعب نفسه تاريخ اللاعب تسجل لك بالتاريخ وليس والبداية يعني بداية إنه هذا إنجاز للوطن ولله الحمد يعني يسجل باسم المملكة المملكة العربية السعودية وباسم النادي وباسم اللاعب إنه من جماهير الهلال تكون أو جماهير المملكة العربية السعودية تعازر الهلال بهذه المرحلة إن شاء الله بإذن الله والحصول على بإذن الله تعالى. طبعاً بما أنه طرينا نهاية آسيا وتحديداً بوهانغ أنا أذكر طبعاً الهلال انتهى طبعاً الذهاب 1-0 فزتوا رحت مباراة الإياب تقدم الفريق الكوري عليكم بهدف قبل لا تسجلون هدف التعادل. صراحة أنا كنت موجود في الملعب كيف كان شعوركم بعد تسجيل بوهانغ هدف وخصوصا هو في ارضه وبين جمهوره الان واصبحت الكفه متعادله كيف كانت نفسياتكم كيف قدرتوا تتعاملون مع المباراه وتكسبون يعني في الاخير وتسجلون هدف؟ لا شوف احنا يعني كفريق الهلال يعني احنا اول لا تسجيل بالبدايه اذا سجلت في البدايه خاصه فريق الهلال دائما تحمل ما يجي. ايوه فالحمد لله انه الهلال قدرنا نعوض يعني احنا كان في وقت خاصه انه مثلا جاء جول باخر دقيقه ما تقدر بس لما تجيب الشوط الاول مثلا نقدر نعوض يعني انت تشوف ان الهلال يعني يعطي رده فعل لما يسجل فيه هدف مبكر. اي نعم انا اتذكر الاشياء هذه لانه حصلت وانا حارس مرمى يعني اتذكر انه ما في ما شعرت بتوتر ما شعرت بقلق ابدا زاد ثقتكم رغم ان يعني صدقني احنا بين عيوننا الكاس وليس الشيء الثاني انه حتى المدرب قال لنا حتى ممكن بلاتشي قال حتى لو مثلا جاء فيكم جول تقدرون تعوضون. ففريق ككل يعني فريق الهلال دائما لا ينظر شيء بالمنص الحمد لله هذا توفيق العزيز الحكيم. في 96 كنت افضل حارس في الدوري هذيك السنه والدوري حققته بصعوبه هذاك الموسم تقريبا كان ضد الاهلي. سيناريو هذاك الموسم التقلبات اللي صارت في هذاك الموسم كيف قدرت تكسب الدوري بهدف سامي الجابر في الأهلي خصوصا سامي انقطع عن التسجيل وكيف كان الموسم هذاك الهلال؟ يعني صراحة احنا انا يمكن حدود 4 دوري احنا الأول اذكرها يعني احنا ما تطلع من 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 الثالث والرابع هذا شيء مو زين يعني انك تصير في القمه الى اخر الدوري ويجيك واحد الرابع يطلعك. هذه حصلت لنا كثير صدقني يوم ناخذ الدوري تقصد في المربع الذهبي؟ المربع الذهبي نعم مركزنا الرابع وخذيناه على لعبنا مع اعتقد الاتحاد قبلها وبعدين لعبنا احنا كرابع مع الاول ومع حققنا على الاهلي وكان في طرد اتوقع ليوسف الثنيان في مباراه الاتحاد قبلها يعني كان في سيناريوهات متقلبه صراحه يعني انتم كيف قدرتوا اذكر ما طلع الملك فهد الله يرحمه اللي يوسف استلم الكاس نعم
بس انا اقصد انه هذاك الموسم كان موسم صعب بالنسبه لكم كسيناريوهات. طرد يوسف ثنيان، سامي الجابر كان سيء تهديفيا او ما كان في الفورما الى ان مباراه الاهلي. شلون قدرتوا صراحه تتعاملوا مع هالظروف؟ انا والله اذكرها كنت والله العظيم يعني انا اذكر الموقف اللي وقفه سامي طول الدوري يمكن ما جاب ولا هدف صحيح. فانا يوم خلصنا من العشاء خلصنا كنت انا وياه في يمكن ما يذكرها هو ابو عبد الله بس انا اذكرها والله العظيم اقسم بالله انه يعني من الكلام اللي انا قلته لابو عبد الله قلت شوف بكره تبغى تحسمها انت وانت اللي تبي تجيب البطولة ففعلا جاب اثنين مو واحد صحيح. فالحمد لله كانت في جدة فهدفها بالشباب ايضا الناس طالعة بس رجع الهلال فهدفها الشهير اللي في الحلوة نعم. ايضا يعني سامي من اللعيبة اللي لن ننساه من خاصة الدوري هذاك له طعم من ناحية سامي ومن ناحية انه احنا مركزنا الرابع وليس الاول. طيب اخيرا ابو فواز في هذه الفقرة قبل لا نختمها بصراحة مين افضل حارس حاليا في المملكة بالنسبة لك؟ والله شوف في حراس الرباعي صراحة الحارس الاخير عندك العويس عندك المعيوف عندك فواز لا بصراحة الحارس افضل حارس انت يعني تعتقد خصائص هذا الحارس والله يعني ما جامل احد ولا عمري جاملت احد. فالرباعي ان شاء الله له مستقبل كبير متفائل في الرباعي بعد العويس تعتقد الان العويس هو افضل حارس موجود العويس صراحة انا اقول لك المعيوف رغم انه يعني قدم هذا اتمنى المعيوف ضم المنتخب المعيوف اعتزل دوليا لا اتمنى ان شاء الله يرجعونه لانه حارس من الحراس اللي لهم صورات وجلات بالبطولات خاصه بالمنتخب او الهلال. الله يعطيك العافيه ابو فواز شرفتنا في فقره الانسايد عندنا فقره الاوفسايد لو تسمح لنا ننقلك لها. ابشر الله يعطيك العافيه وابشروا بسعادتكم. شكرا جزيلا ابو فواز الله يعطيك العافيه. الله يخليك. الان يعني لو تشرفنا في فقره الفار ابشر نعرض عليك بعض اللقطات. نعم. ونحتاج تعليقك عليها تفضل. معليش الركبه ترى. اي تفضل ابدا حياك الله. سم اول لقطه معنا يا ابو فواز سمو الامير عبد الله بن سعد واحد من رؤساء الذهبين في تاريخ نادي الهلال وفي تاريخ الكره السعوديه. طبعا نبغى نتكلم عن هذا الرجل رحمة الله عليه اللي حبب الكيان اسميه انا الهلال اسميه الكيان الهلالي خاصة يعني انه عبد الله بن سعد علمنا كيف نحب هذا النادي. عبد الله بن سعد من بداياته الى ما صار رئيس وهو يذكر بالخير دائما الشيء الرئيسي اللي بناه بحب جماهير المملكة العربية السعودية لهذا النادي من هذا الرجل الله يرحمه اللي هو عبد الله بن سعد رحمه الله عليه. الله يرحمه. فمهما اقول وما اتكلم ايش الموقف اللي ما تنساه مع الامير عبد الله اللي الموقف اللي ما انساه يعني انه عبد الله بن سعد كان همة أن الهلال دائما بالقمة. أنا ما أنسى أنه دائما ما ينظر للاعب معين لا يقول طالما أنك تلبس شعار هذا النادي يجب عليك أنك تخلص صراحة يعامل الجميع سواسية. نعم. خاصة عبد الله بن سعد رحمة الله عليه الله يوفقه يعني من الرؤساء اللي مروا على تاريخ الهلال وبناء مجد كبير لهذا النادي لأنه ما فعلا يعني نادي الهلال ما هو بحب عشق لجماهير الهلال صراحة. اللقطة الثانية معنا أبو فواز الكابتن القدير الله يعطيه الصحة والعافية
خليل الزياني. هذا الرجل الله يشافيه اللي هو الكابتن خليل الزياني ابراهيم، هذا التعريف اول بطولة للمملكة العربية السعودية من هذا الرجل. انا قلت لك بالمقابلة او اللقاء اللي سويته معك فيصل، انا ما انسى رجلين يعني قدموا المملكة العربية السعودية اللي هو خليل الزياني والراشد خليفة، اتمنى لهم ان شاء الله عمر طويل. وانا اذكر هذا الرجلين اللي قدموا تاريخ المملكة العربية السعودية كبطولة أولى خاصة من مدرب وطني. اللقطة اللي بعدها أبو فواز، هذه تشكيلة أول أبطال لآسيا مع المنتخب. صراحة يعني إيش الذكريات اللي تستذكرها يوم تشوف هالفيلم؟ أنت تشوف يعني الحمد لله، ترى مو وقت احتراف، هذا وقت هوات. نعم. احنا طالما ان الشعار الاخضر والابيض هذا قليل التعريف، صدقني احنا من اللعيبة اللي الحمد لله سجلنا مليء بالمحبة، خاصة من هذا الجيل، انه حب هذا الجيل لانه بنى تاريخ المملكة العربية السعودية، وهذا شرف كبير لنا، خاصة يعني من الحراسة إلى رأس الحربة إلى الكوادر الطبية، الكوادر يعني من الوطن، من أبناء الوطن، خليل، راشد، فهد الدهمش، صالح بن ناصر، كل هذولا يعني سجل لهم، الخضيري، منصور، كل هذولا تروا معنا في سنغافورة، هذولا ما ننساهم. يعني الكوادر هذه دائما تذكر بالخير، خاصة من الرمز الكبير الله يرحمه ويسكن جنات النعيم، كان يشيد من أثرنا الملك فهد بن عبد العزيز رحمة الله عليه ومساندة. ولا أنسى أن فيصل بن فهد رحمة الله عليه أيضا، هذول الرجلين قدموا المملكة العربية السعودية، ولا ننسى الله يطول بعمره فهد بن السلطان. الله يخلي الجميع إن شاء الله. هذا الإمبراطور الكابتن صالح النعيمة، يقال كذلك أنه ساهم في جلبك للهلال، ما أدري إذا تصححنا المعنى. صالح، نعم. صالح من الناس اللي فعلا ما أخليه بعيد عن عبد الله بن سهل. هذا الرجل كابتن وليس كالكباتن، ما يمر على الملك العربية السعودية ككابتن مثل صالح نعم. صالح من الناس اللي فعلا يعني قدم الشيء كثير للوطن ككابتن. يعني انه صالح من اللعيبه اللي سجلوا انفسهم بالتاريخ، دائما حبه للوطن وحبه للهلال هذا شيء مفروغ منه، مفروغ منه من صالح نعم صراحه. طيب كيف ساهم في جلبك للهلال؟ فأقول لك أنا جلبي الهلال من عام 88، دائما يقول لي يا عبد الله ترى الهلال يبيك الهلال. أنا ما أنسى طبعا طلوعنا لاس أنجلوس، البداية كانت من نواف محمد الله يطول بعمره، كان مفندق وشنقريلا، وقال له تطلع بن صليح فوق. قلت فش يا طول عمرك، قال بيك تكتب ورقة ما تجي للهلال. قلت والله نعيمة قبلك وأنا جاي إن شاء الله، والحمد لله كملنا كلمتهم، خاصة من صالح نعيمة ونواف محمد. طيب وأنا ننسى يعني أيضا عبد الرحمن سعيد رحمة الله عليه، هو من الناس اللي طمعني، وبعد أيضا الشيخ عبد الرحمن. نعم. المعنى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد، يعني أحد رموز الرياضة السعودية وأحد الشخصيات اللي كان قريب منكم كلاعبين في هذاك الوقت. فيصل بن فهد رحمة الله عليه، يعني هذا الرجل اللي بنى تاريخ الرياضة السعودية، خاصة من الفيفا، من آسيا. طالما أن هذا الرجل لو كان حي ما كان الاتحاد الاسيوي والفيفا يلفون يدورون على المملكة العربية السعودية.
ما انسى، انا ما انسى انه دائما كلمتنا بآسيا وكلمتنا بالفيفا مسموعه، خاصه صدقني يعني فيصل فهد من الناس اللي يحب 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 الرياضه، وخاصه من دول الخليج دول العربيه دائما الوقوف من هذا الرجل، غير انه ساند المملكه العربيه السعوديه كرفع قيمه هذه الرياضه خاصه من القدم واليد، وكنا ابطال وكنا لنا كلمه في اسيا والى الان لنا كلمه، بس فلكن هذا الرجل اللي بنى مجد للمملكه العربيه السعوديه. ممتاز. خاصه يعني الله يرحمه كان هو الرجل اللي محله في موقف في يعني. موقف ما تنساه بينك وبينه؟ والله انا كثير مواقف فيصل فهد رحمه الله عليه. كانت يوم من سنه من السنين كنا معسكرين بالطائف. هذه يمكن لأول مرة أقولها، لأن الموقف اللي وقفت خاصة أنه قوي يعني قوي. نعم. شخصية قوي كلام كاريزما يعني. حنا كلعيبة لحيبته لما يجي فيصل شيء ثاني. نعم. فأنا أكل وقت جبت حروة تقرب لي أم فرج طال الله يرحمها، كنت وصلت هذه الحربة للطائف لأمه العنود رحمة الله عليها. فجاء هو بعدنا بأسبوع وإحنا معسكرين بالطائف، فتكلم بإذني قال لي يا عبد الله أنت جاي كذا وكذا، قلت لي جاي وموصل خالتي عندك، قلت كذا وكذا وانت ويمدحونك وكذا انها تقرب لك وانك تقرب لي، ونفس الوقت انه الله يرحمهم جميعا. وهذا فجاني جوني العيال قالوا غريبة ان فيصل بن فهد جاء وكلمك باذنك، قلت قال لي اي واحد يروح ويجي بالمعسكر علمني. وهذه المواقف الى اليوم هذا وهو يتكلمون عنها، انا صالح دائما. نعم. وش قال لك غريب فيصل بعد حسب اذنك، لان الاول مره فيصل يدخل ضاحك يقول كل واحد بسلم عليه. أيوة. دار من دار، احنا كنا معسكرين بيوت الشباب. فيوم جاني حكاني باذني قال انك جاي بقصر، قلت فعلا جايين وجاي من خالتي اللي عند امك الله يرحمها، يعني قبل ما تتوفى ولا هو ولا هي ولا كلهم مات، وحنا هم سابقون وحنا لاحقون مهما تكون. بس انا اقول لك كلامه باذني خوفت العيال، قلت انتبه اي واحد يلف ويدور بالمعسكر بعلمه. الله يغفر. ومشت. الله يغفر. فالله يغفر له ويرحمه. اللقطه اللي عقبها ابو فواز ما اسمع ترى. كيف الصحه والشغل لك؟ عساك بخير ان شاء الله. اسمع كلمه محمد العويس. اي نعم، انا طبعا من الشيء اللي انا يمكن شكرت العويس لانهم مثل منتخب المملكه العربيه السعوديه، انا كحارس مرمى تمر علي الحاجات هذه لاني تعودت، لابد انه انك في دعم معنوي تقول الحمد لله على السلامه، تشد من عذره يعني تو مو صغير والحمد لله، والبديل ايضا يعني حول من العربه وسلم على فواز، فهذه كلها الحمد لله محبه لخدمه هذا الوطن. انا اشكر محمد ان شاء الله يرجع لنا. تفاجأ هو يوم كلمته تفاجأ. نعم نعم الحمد لله كلها منك يمكن مصورك اياها كذا، فالحمد لله لكن كانت صورتني انت وانا ما ادري، فالحمد لله انها طلعت طلعت عفوية وجميلة. عفوية وهذه بادرة يعني غير مستغربة، يمكن أتوقع شيء هذا حق واجب، حق واجب فيصل يعني، هذا عوايدك أبو ساند جميع اللي مثلوا بلدي، وهذا الشيء المهم أنك تتكلم مع، خاصة أنك مثلت المنتخب كحارس مرمى ومرت علي إصابات، لابد أنك تشكر هذا الحارس العظيم بعد الله. اللقطة الأخيرة معنا الكابتن ماجد عبد الله،
الكابتن ماجد عبد الله يمكن من اكثر المهاجمين اللي يعني لعبت معهم ولعبت ضدهم. ماجد غني عن التعريف. ماجد من 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 المهاجمين اللي حتى هو متعور يخلونه يلعب. ليه؟ لان ماجد صراحه كجيري انه ندري ان الخصوم الفرق الثانيه يمسكون مع اثنين مو بواحد. نعم. لانه ماجد خطير من ناحيه المهاجمين. دائما احنا كارتر برتو يمكن هذا اللي يمكن في بالي الى يومنا هذا، حتى يمكن بعض المرات يلعب وهو مصاب. يقول لي إيه؟ لانك تسحب اثنين تخلي الاجنحه يلعبون مرتاحين. نعم. يعني خلي يعني يسحب معه اثنين ويخلي يمكن اثنين او خادم مسعد او الاجنحه انهم ياخذوا راحتهم، وخاصه يلعب اثنين رؤوس حربه. ماجد غني عن التعريف صراحه. ابو عبد الله، على طاري ماجد، كان بالنسبه لك كحارس تتوقع انه كان هو اللي متعبك ولا انت اللي متعبه؟ لا لا، انا بالطائي يمكن سجل بي اثنين، بس في الهلال لا. يعني من يوم لعبت في الهلال ما سجل فيك ولا هدف؟ لا لا نهائيا. لا نهائيا. يعني انت تعبت ماجد تعتقد؟ لا، ماجد ما عندي تعب. ماجد من اللعيبه اللي نفتخر نعتز انه من المملكه العربيه السعوديه صراحه. هو والجيل اللي سجلوا انفسهم بهذا التاريخ اللي هو اول بطوله للمملكه العربيه السعوديه بتاريخنا تسجل باسم ماجد باسم صالح باسم الجيل الجميع. صحيح. فالجيل هذا يسمى الجيل الذهبي. الذهبي الذهبي. طيب الحمد لله. ابو فواز، طبعا في كذلك لقطه يعني عشان ما ننساها، كان في تاثر وانت تبكي يوم شفت الكابتن يوسف. هذا الرجل سندني بداياتي، يعني سندني. انا كنت احتياط ليوسف عتيق. يوسف عتيق ترى هذا من الحراس اللي اعطوا طاي الشيء الكثير. انا اقول حرام انه ما مثل المنتخب، يعني من الحراس اللي فعلا قدم تضحيات لفريق الطاي. انا ما انسى انه بس وش سبب البكاء؟ لا، قد استدعى فريق الهلال سنة من السنين، كان ايام ريفالينو، وصار لعب مباراة ودية مع الهلال ووعجب فيه ريفالينو. قال هذا وين؟ قال هذا حارس في الدرجة الأولى. فيقول هو لما جاء رجعنا منه قال يشوت على ريفالينو بالتمرير بالدور الكورة، لأن شوت ريفالينو قوية. فهو من الحراس اللي صراحة فعلا شفته بعد سنين طويلة، وأنا قليل ما جيت مدينة حائل اللي هي وشفته في موقف، يعني كان دمع شوق. فالحمد لله أن هذه ما يطلع الدمع الحبيب الغالي. يعطيك العافية أبو فواز. بكذا نكون يعني أنهينا الحلقة، وشرفتنا بصراحة بظهورك معنا في الانسايد. الكاميرا طبعا معك، أي كلمة للجماهير السعودية وجماهير الهلال وكذلك الطائي اللي طول مسيرتك كانوا يأزروك وكانوا من محبيك؟ أولا أشكر جميع من ساند عبد الله دعية. أشكر من 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 دائما يعني الواحد يذكر بهذا التاريخ. صراحة أنا أبدأ بوطننا أمن وأمان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ولي عهده الأمير محمد بن سلمان الله يطول بأعمارهم. يعني حنا شفنا أشياء صراحة بالأواني الأخيرة من إنجازات من 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 جماهير السعودية، انظرت المملكة العربية السعودية والعالم كل إنه جانا يمكن السباقات الفورمولا 1 جاية بعد كم يوم، أيضا الرياضات التنس. أنا أتابع التنس صراحة، أنا معجبين نادال. فدائما يعني الواحد ينظر للمملكة العربية السعودية نظرة
انه جميع الالعاب عندنا في وطننا. انا اشكر عبد العزيز بن تركي صراحه وزير الرياضه، ايضا ياسر المسحل، ابراهيم القاسم، كل هذول الاعضاء بالاتحاد نشكرهم كجماهير وكل لعيبه سابقين. لا انه جماهير المملكه العربيه السعوديه تفتخر وتعتز انه 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 وطننا مليء بهذه الانجازات، واتمنى لهم التوفيق. صراحه بدايتي من الطائي ثم المنتخب ثم الهلال، وهذا شرف كبير لجماهير المملكه العربيه السعوديه. ان شاء الله تاهلنا لكاس العالم وحصولنا على كاس اسيا خاصه لوطننا الغالي. يعطيك العافية أبو فواز، ويعطيكم العافية على المتابعة. كانت حلقة مع أحد أساطير الكرة السعودية، الكابتن عبد الله الدعيع، أفضل حارس في آسيا 84، وحارس نادي الطائي والهلال والمنتخب السعودي. شكرا على المتابعة، نلقاكم في الحلقات الجاية.